الآن مع كلمة راعي المؤتمر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي مفتي الجمهورية، سيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سماحة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب السادة الأشعار، الحضور الكريم، يسعدني ابتداء أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية هذه المسابقة وإكرامه لأهل القرآن. كما يسرني أن أنقل لحضراتكم جميعا ولضيوفنا الكرام تحيات السيد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي شرفني بأن أكون نائبا عن سيادته في افتتاح هذه المسابقة. وبعد، فإن القرآن الكريم هو أصدق الحديث وأحسن وأعزمه وأبلغه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فهو الذي لم تلبس الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وما أن سمع أحد الأعراب قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، حتى انطلق قائلا أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين. وإلا فمن ذا الذي يأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع ويأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع؟ إنه رب العالمين ولا أحد سواه. وإذا أردنا أن نأخذ بعض المواقف من حياة أهل القرآن فلنبدأ بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: خذوا القرآن من أربعة، أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وسلم مولى أبي حذيفة. أما الأول وهو أبي بن كعب فقد أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا أبي إني أمرت أن أعرض عليك القرآن، أي أن أقرأه عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض القرآن إلا على جبريل عليه السلام، وأبي يعلم ذلك ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فقال له: يا رسول الله أذكرت لك باسمي؟ قال: نعم باسمك يا أبي. أذكرت لك باسمي يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لقد ذكرت لي باسمك ونسبك في الملأ الأعلى يا أبي. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ورأى أصحابه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود عند صعوده للنخلة وأعجب أو ضحك بعضهم من نحول ساقه،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من ساق ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده لساق ابن مسعود أثقل في الميزان عند الله عز وجل من جمل أحد. والذي نفسي بيده لساق ابن مسعود أثقل في الميزان من جمل أحد. ولما حضر سيدنا عمر بن الخطاب الوفاة قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. مع أن سيدنا عمر بن الخطاب كان قد رشح للخلافة سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، لكنه قال: لو كان سالم هذا كان عبدا لأبي حذيفة مولاه، لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. فإن سألني عنه ربي قلت: ربي سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سالم يحب الله حقا من قلبه. إنهم أهل القرآن. ولذلك تولي وزارة الأوقاف القرآن وأهل القرآن عناية خاصة، ومما ظهر اهتمامها بذلك أنها جعلت حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده العامة شرطا أساسيا للحصول على أي فرصة في الوزارة، سواء للتعيين أم للترقي أم للسفر للخارج أم للعمل بالمساجد الكبرى أم المدارس العلمية أو القرآنية أو المشاركة في القوافل الدعوية أو الإفادة للخارج. وتوسعت في أنشطتها، فبلغ عدد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم 2617 مكتب، وعدد المدارس القرآنية بالمساجد الكبرى 863 مدرسة قرآنية، وعدد مراكز إعداد محفظ القرآن الكريم التي تم افتتاحها العام الحالي 70 مركزا، وعدد المقارئ القرآنية 1137 مقرأة. وبلغ إجمالي عدد المحفظين المعتمدين من الوزارة الممتحنين الوطنيين أكثر من 5000 محفظ معتمد. وبلغ إجمالي عدد الناشئة الذين يحفظون القرآن بالمكاتب المعتمدة من الوزارة أكثر من 60,000 طالب من الناشئة. وبلغ إجمالي عدد الملتحقين بالمدارس القرآنية أكثر من 46,000، وعدد الدارسين بمراكز إعداد محفظ القرآن أكثر من 4,000، وعدد أعضاء المقارئ المعتمدين 7,716 عضو مقرأة. خير أن الذي نؤكد عليه هو أهمية الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل وفهم مقاصد النص القرآني ومراميه. فالقرآن الكريم كتاب رحمة وهداية وأمن وسلام، فكل ما يأخذك إلى الرحمة والتسامح والبناء والتعمير وعمارة الكون يأخذك إلى الفهم الصحيح للقرآن والإسلام والأديان، وكل ما يأخذك إلى الهدم والتدمير والفساد والإفساد والخروج على القيم الإنسانية وإلى العنف والكراهية يتصادم مع الإسلام ووسائر الأديان والقيم الإنسانية. ولذلك سنقيم على هامش المسابقة عدد من الندوات حول فهم القرآن ومقاصد القرآن اليوم وغدا ويوم الثلاثاء، وندوة للرأي ستنقل على الهواء مباشرة بين المغرب والعشاء، ندوة موسعة هنا على التلفزيون المصري بإذن الله تعالى. ولو أردنا أن نأخذ مثالا واحدا يتعلق بهذا بأن الإسلام دين البناء لا هدم فيه، في إطار النص القرآني كلنا نحفظ أو نقرأ أو سمعنا أو رددنا لمرات عديدة لدرجة أن الآية كاد تكون من الآيات المحفوظة على الألسنة، قول الله تعالى: أنه من قتل نفسا بغير نفس
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأنا أؤكد أن قتل النفس إرهابا أو إهمالا في النهاية الكل يؤدي إلى إزهاق النفس، فإزهاق النفس إهمالا أو إزهاقها إرهابا كل ذلك فساد في الأرض. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهنا الوقفة. تعلمون جميعا أن الإحياء الحقيقي هو لله وحده. الذي يحيي الأنفس إحياء حقيقيا هو رب العزة وحده ولا ينازع في ذلك أحد. فكيف نفهم قول الله تعالى ومن أحياها مع أن الإحياء لا يكون إلا لله؟ هنا المعنى مجازي، ومعنى من علل على إبقاء حياتها أو على أن تستمر في الحياة أو على ما تستمر به حياة النفس. فإذا كان الإرهابي يقتل النفس فمن يواجه الإرهاب سواء من قواتنا المسلحة الباسلة أو من الشرطة أو من العلماء أو من المفكرين، كل من يواجه الإرهاب بالله ويقضي عليه ويكف شر الإرهاب عن الناس فهو يعمل على إحياء النفس حتى لو كان بالفكر. لأنك إذا لم تعمل على هذا الإحياء فكرا أو ولم تقم هذه القوى الوطنية بمواجهة الإرهاب لكثر الفساد والإفساد. فكل من يواجه الإرهاب يعمل على إحياء النفس. أيضا كل من يوفر علاج النفس، الحملات التي تقوم بها الدولة المصرية مثل 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي، مثل الحملات التي تقوم بها الدولة المصرية من علاج فيروس سي ومن حملات 100 مليون صحة وكل ما يؤدي إلى العلاج يعمل على إحياء النفس البشرية. كل من يوفر ما تحتاج إليه النفس البشرية من مطعم وملبس ومأكل وإيواء المشرد، كل ذلك أيضا كل ذلك مما يعمل على إحياء النفس البشرية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فدخل الجنة، فما بالكم بمن يعمل على إحياء النفس البشرية. هذا هو ما يجب أن نفهمه. والحقيقة في النهاية أختم بأمرين. الأول أنه عرفانا وتقديرا لدور قراء مصر العظماء قررنا ابتداء من هذه المسابقة أن نطلق على كل دورة من الدورات اسم أحد هؤلاء الأعلام الكبار، وأصرنا أن تكون البداية بعلم الأعلام وشيخ المقرئين في مجال القراءة والإقراء هو فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله رحمة واسعة. وأخيرا فإن لي كلمة أحب أن أوجهها لأهل القرآن وأبناء الأوقاف. قالوا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، وإذا عرفت فالزم، فمن عرف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. وقد فتح الله أمامكم أهل القرآن وأهل العلم أبوابا واسعة من خدمة القرآن إلى عمارة المساجد مبنى ومعنى، إلى عمارة المساجد مبنى ومعنى، إلى علم نعلمه للناس قائم على فهم صحيح الدين ننفي به عن ديننا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فجددوا النية وأخلصوها لله تفوزوا وتسعدوا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويصدني أن أعلن الآن عن الإعداد لإطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية لتشمل موقع وزارة الأوقاف
وموقع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وموقع هيئة الأوقاف وموقع مستشفى الدعاة وموقع أكاديمية الأوقاف وموقع المسابقة العالمية للقرآن الكريم. على موقع المسابقة العالمية سنبث السيرة الذاتية ومقتطفات لكل من شارك في المسابقة عبر تاريخها من المحكمين أو المتسابقين، مع تلاوات لكبار القراء بإذن الله تعالى، وسيكون في مقدمتهم من أطلقنا هذه الدورة على اسمه، فضيلة المرحوم الشيخ محمود خليل الحصين. والحقيقة أيضا وحتى نأخذ ذلك بمنتهى الجدية، سنعلن خلال أيام في إطار خطتنا للدفع للشباب في القيادة عن 3 درجات لمعاون وزير. الأول لشؤون التطوير التكنولوجي، والثاني للشؤون الاقتصادية، والثالث للشؤون الهندسية، وربما نفكر أيضا في مساعد وزير للشؤون التطوير التكنولوجي لاهتمامنا بأهمية التكنولوجيا في تطوير وفي مواكبة الأحداث العصرية. وسنعطي الأولوية لخريجي البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، مع الدفع بالشباب، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة دينه وخدمة كتابه، وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. ونتمنى لكم طيب المقام ولأبنائنا كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.